بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لي شرف انني نحضر مع الجمعيات المنتجين الشتوكا ديال الفلاحه ديال الاقليم شتوكا اتباها كمنتج وكفلاح على مستوى الاقليم. وكنشكر هذه الجمعيه اللي حاولت انها تجمع الفلاحه. فكما كتعرفوا هذا اللقاء تواصلوا جا واحد الظرفيه اللي كيعاني منها القطاع الفلاحي عامه وعلى مستوى اقليم شتوكا اتباها خاصه باعتبار اقليم شتوكا اتباها اقليم فلاحي بامتياز. فكما قلت جا واحد الظرفيه لجميع الفلاحه كيعاني من مجموعه من الاكراهات والمشاكل، سواء كانت مشاكل تتعلق بندرة المياه اولا، كذلك التسويق كواحد هدف مهم بالنسبه للفلاح. فكما قلت كذلك مشكل ديال الضريبه اللي كيحاول الجميع كيهضر عليها كذلك باعتبار ان القطاع الفلاحي ما في من الضريبه، ولكن هناك مشاكل كما قلت كثيره. فكنتمنى بها من هذا اللقاء التواصل ان الجمعيه تلعب الدور ديالها بقطاع والدفع على حقوق الفلاحه، وكنتمنى لها النجاح والاستمراريه. هذا اللقاء لقاء تواصلي للتضامن والتآزر الفلاحه مع بعضياتهم باش يناقشوا التحديات والاكراهات اللي كاينه الراهنه في جميع المجالات اللي كتعلق بالمجال الفلاحي، منها التسويق والمجال الضريبي وثانيا اليد العامله. احنا كناديو الفلاح يتضامن مع بعضياتو، انما التضامن راه هو اللي كيكفل الاستمراريه. اظن كاين اهداف اللي غتحقق ماشي غتحقق في نهار، الاهداف كتحقق من بعد مجال طويل وكفاح طويل. اهداف كنظنوا وكنطلبوا من الجميع، وكنظن الجميع بان ما هو مقتنع بسميتو الهدف ديال هذا الاجتماع، وخرجنا به بعهود من الناس المشاركه كلهم باش يضمنوا يديروا يد في يد باش ينجحوا واحد الطرف من واحد المشكل. ما هي مشاكل ديال الفلاحه؟ هي مشاكل عديده وعويصه، وكنطلبوا من جميع المسؤولين يتعاونوا مع الفلاح، لان ما الفلاح هو اللي كيضمن الامن الغذائي والاستقرار داخل هذا الوطن الحبيب. اليوم كنشارك في واحد اللقاء تواصلي نظمته جمعيه المنتجين الفلاحيين باقليم شتوكا اتباها. عرضوا الاخوان ديال الجمعيه الاكراهات اللي يواجهها الفلاح بصفه عامه. التدخل ديالي في هذا الاطار هو انه شرحنا لهم مستجدات ديال القانون المالي 2019، وشرحنا لهم جميع القوانين اللي كتهم الفلاح بصفه خاصه، والاجراءات اللي خصو يتاخذ بالاجل انشاء واحد ما يسمى بالكونتابيلتي بالحسابات. بالنسبه لهذا اللقاء كان لقاء ايجابي، لان تجمعوا فيه واحد العدد ديال الفلاحه، خاصه فيما يخص الفلاحه ديال شتوكا، اللي الفلاحه جابوا من المشاكل اللي عندهم واحد العدد ديال المشاكل تنتخبطوا فيها. والقطاع الفلاحي تقريبا هذه عامين عايش المشاكل كبيره، عايش المشاكل ديال الانتاج، عايش المشاكل ديال الاسواق الداخليه ولا الخارجيه، كاين الاثمنه منهاره بصفه مريعه جدا، وهذا العام خاصه هو ضرب القمه في المشاكل. وتنتمنوا بان الدوله خصها تدخل، وانا ما عندي الا نقدم ملتمس لصاحب الجلاله باش هو شخصيا يتدخل في هذه المشاكل اللي هي مستعصيه.